أتقر يا حذيفة بأنك خنت البيعة وخرجت مع ابن عمنا الذي بغى علينا؟ هم أحق بالأمر وله البيعة. وأنت لك السيف، اضرب عنقه. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. من الناطق بمجلسي قبل إذني؟ محمد بن إدريس الشافعي. يقول القاضي الشيباني إنك من ألمع طلاب العلم في الحجاز، فماذا أخذت عن علوم الحجاز؟ أتأذن لي بالوقوف؟ فما اعتدت الحديث عن العلم راكعا. ماذا تعرف عن القرآن وعلومه؟ أعرفه وأحفظه وأعلم تفسيره، محكمه ومتشابهه، عامه وخاصه، ما نزل في أوله وما نزل في آخره، مكيه ومدنيه، ليله ونهاره، ناسخه ومنسوخه، فعن أيها تسأل؟ لقد ذكرت علوما لو وعيتها سنقربك ونكرمك عليه، وشهد لك من نثق بشهادته. أكثر الله في أهل مثلك أيها الفقيه.